طبعا انتوا مستغربين انا لابسه كده ليه، ولكن النهارده حلقتنا عن شط الاهلي والجنود المجهوله الموجوده. وعشان كده ورا كل عمل ناجح جنود مجهوله، ولكن في مصيف الاهلي بمارينا جنودنا مش مجهولين لكن معروفين وناجحين. ومعاكم على قناه الاهلي في شط الاهلي. من ضمن الأنشطة اللي موجودة على شط الأهلي اللي بيتميز بيها طبعاً كالعادة معانا الأنيميشن تيم، وخصوصاً حد يعني هو الشيف بتاع الأنيميشن، فنحب نتعرف بيه. أنا اسمي تايا، أنا شيف أنيميشن بتاع أنيميشن تيم في نادي أهلي. قولي لي بقالك قد إيه أصلاً شغالة كأنيميشن شيف؟ أنا شغالة زي أنيميشن 5 سنين وثلاث سنين زي شيف أنيميشن. و طيب ممكن تشرح لنا اكتر وتقول لنا ايه اصلا الانيميشن تيم؟ الانيميشن تيم دي التيم بتاع ادفرتايزنج الناس على البحر وفي اي مكان فيه انيميشن، عشان تعمل الناس فرحانه وانجوي فاكيشن واجازه، تو دانس تو بلاي. يعني بمعنى اصح ان الناس بتبتدي انها ترقص او تلعب رياضه معاكي على مزيكا. ايوه احنا على طول في بروجرام بتاع يوم، احنا مثلا نبدا على طول يوم من رياضه عشان نعمل الاستريتشنج الاول، استريتشنج على الجسم، وبعدين نبدا يلعب مع ناس، اعمل راس، اعمل العاب فولي بول والالعاب الثانيه عشان الناس تكون فرحانين وجوين قوي. طيب بمعنى كده ان الناس بسهوله ممكن تجوين معاكي او تشترك معاكي انها ترقص او انها تلعب في رياضه؟ الانيميشن على طول قبل اي اكتيفيتيز بيعمل الكونتاكت مع ناس وتقول للناس اللي احنا هنعمل ايه بعد شويه، وناس مستني اللي احنا نبدا، وعلى طول بييجوا ناس كتير جدا فرحانين. طيب قولي لي بيبتدوا الساعه كام تقريبا؟ انتوا بتبتدوا الساعه كام الانيميشن؟ هنا على البحر النادي الاهلي احنا نبدا الساعه 12 كل يوم لحد الساعه 7 بالليل، وطول الوقت احنا شغالين وفي بروجرام مع ناس. هل في نوع مزيكا معينه ممكن تكوني بتشتغلي عليها؟ احنا شغالين مع مزيكا اللي احنا عارفين نورس فيه اللي هو كلاب دانس، وفي المزيكا بتاعت الاطفال. احنا بنعمل ميني ديسكو كل يوم الساعه 5، بيتجمع اطفال كله على البحر ونبدا راس و العيب الاطفال دي، البرنامج اطفال بس. طيب هل انت بتحسي ان مثلا ممكن يبقى في ناس حابه انها تلعب رياضه اكتر من انها ترقص؟ في ناس بحبوا رياضه جدا، والناس اللي بحبوا رياضه احنا بنعمل الصبح ستريتشنج، وفي نص اليوم في زومبا، وبعدين في ايروبكس واكوا جيم. الناس اللي بحبوا رياضه ممكن تكون جوين ويز اس. هل انتوا كل يوم بتبقوا على البيتش ولا في ايام معينه؟ في كل يوم على البيتش. اوكي ميرسي جدا ليكي، شكرا. ومعانا اللايف جارد المنقذ، الرجل مهم من رجال خدمات الشط، اتعرف بيك. علاء محمد حجاب. بقالك قد ايه منقذ؟ بقالي 6 سنين. احكي لي ايه مواصفات المنقذ؟ الاهتمام بالشط، الاهتمام بالاعضاء، الاهتمام بالافراد اللي في الميه، ان ما حدش يخش جوه تصفر له تنبهه، تمام، رايح جاي على الشط، ادائك، تركيزك، ادائك في المايه لما يكون غريق بس. طيب ايه الادوات اللي انت ممكن تكون بتستخدمها؟ ك معانا العوامه دي، ومعانا ده واحد عوامه ثانيه، ومعانا اللايف جاكيت، ومعانا عوامه الدوامات، تمام، معانا 4 اشياء، ومعانا الاسعافات الاوليه لما بيحصل
اي حاجه للفرد من الافراد اللي في المايه بيطلع بيحصل له خدش اي حاجه، معانا اسعافات اوليه بننقذه بيها على طول، موجوده شنطه الاسعافات الاوليه معانا اهي. تمام. طيب قول لي ايه ممكن يبقى موقف صعب عدى عليك كمنقذ؟ يعني اصعب موقف عدى عليا كان على الشط، كان في دوامه، كانوا اسره كبيره، كانوا 5 افراد، كنت واقف على الشط فنزلت، فهو ده كان اصعب موقف عليا. نزلت طلعت 2 في 3 2، وبعد كده الثلاثه التانيين، كان موقف صعب جدا عليا يعني، واكتر موقف تعبت فيه. طبعا استخدمت العوامه دي. تمام. وكان معايا فرد تاني من فرد الانقاذ نزل معايا، وده كان اصعب موقف معانا لما يكون في دوامه في المايه ونزلت جبتهم. شكرا. محمود الياباني مشرف عن خدمات الشط، قول لي بالنسبه لدورك ولدور رجالتك. ورجالتي احنا بننزل الصبح، بنيجوا من السكن، بنيجوا على الشغل على طول. طبعا البيتش طبعا بتاعنا بيبقى عباره عن نادي الاهلي، مش عام ولا خاص، ان احنا كل معظم اللي عندنا بيبقوا نظام اعضاء. فطبعا احنا بنراضي الاعضاء على قد ما بنقدر، ان احنا لما بننزلوه بنقعدوه بنظبطوه، بننضفوا زبالته، بنفرش له الفرشه بتاعته، اهم شيء ان الجسد يبقى عندنا مرتاح. طيب البيتش هنا بيفتح الساعه كام؟ البيتش هنا من ناحيه ان انا ورجال الخدمات احنا بنيجوا الساعه 8 الصبح، احنا بنمشي من على الميه الساعه 7. بالنسبه بقى ان في عندنا اللي هو البيتش دوت، في مثلا حفلات، في مثلا ميوزك، في خدمه شامله من ناحيه كافيتريات، مطاعم، الكلام ده. طيب ايه اول حاجه بتعملوها الصبح؟ احنا اول ما بننزلوا الصبح انا ورجال الخدمات بتاعتي، طبعا اهم شيء عندنا ان احنا نظافه البيتش، اهم شيء نظافه البيتش، واهم شيء ان كل حاجه تبقى منظم من ناحيه الشماسي، من ناحيه الكراسي، من ناحيه البفوات، الكلام ده. وعلى قد ما بنقدر احنا بنراضي الجست بتاعنا على قد ما نقدر عشان يبقى قاعد مرتاح. طيب وايه الخدمات الموجوده اصلا على البيتش؟ يعني ايه الحاجات اللي انتوا بتمدوها؟ ايه الحاجات اللي انتوا حريصين انها تبقى موجوده؟ حريصين ان احنا موجوده، ان احنا اول ما بننزل بنشوك الرمله، بننظف الرمله، بننظف قاعده الفي اي بي. اهم شيء عندنا برضو البيتش اول وثاني وثالث ورابع لمؤاخذه بالزباله، طبعا بنشوك الرمله دي كلها وبنرشها ميه عشان خاطر الشكل العام يبقى كويس، اللي عيده لما بينزل بيبقى قاعد معانا مرتاح، ان دول اعضاء نادي الاهلي برضو، ناس مشرفه، واحنا لازم على قد ما نقدر ان احنا بنقضي عملنا وعلى اجمل وجه، ان احنا لما بننزل بنظبط الدنيا زي ما حضرتك شايفه. طبعا ننظم البيتشات، القعده الفي اي بي، بفات، بيبات، طبعا بالنسبه للشاطئ الزباله الكلام دوت، وعندنا بساكت طبعا عشان خاطر الكمامه مع الجست عشان خاطر ما يبقاش قاعد متضايق. عندك كام منقذ على البحر؟ انا عندي 3 منقذين وتحت ايدي 9 وانا ال10. من ناحيه رجال الخدمات يبقى احنا اصبح احنا رجال الخدمات كلها 13. طيب قول لي تطلب ايه من المصيف العضو اللي جاي عندك على البيتش اللي بيجي لك كل يوم؟ ان هو يبقى مقضي احلى يوم سعيد، وان هو يبقى ماشي من عندي مبسوط ومرضي، هو والاطفال والمدام والاولاد. اهم شيء عندنا برضو ان راحه الجسد يبقى قاعد، ان هو طبعا جاي يقضي مثلا اسبوع، فطبعا احنا لازم نقضي اجمل اسبوع على الوضع، ان الجسد يبقى ماشي من عندنا مرتاح. وبما في حاجه تانية برضو، ان احنا لسه دي اول سنه، يبقى في حاجه اسمها نادي الاهلي، شاطئ نادي الاهلي، فطبعا احنا يعني كل يوم في الاحسن، كل يوم في الاحسن ان شاء الله. مثلا السنه دي مثلا على اجمل وضع، السنه الجايه يبقى اشيك، والسنه اللي بعدها يبقى اجمل واجمل، وان شاء الله ربنا يديم المعروف ونقدم المشيه ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا، ميرسي جدا. ومعانا رجل من الرجال الشط، وهو الرجل المسؤول عن الحاله المزاجيه لاعضاء ونزلاء وكل الناس اللي بتيجي على شط الاهلي، فتعرف بحضرتك؟ احمد كمال، دي جي، بشتغل في النادي الاهلي بقالي فتره، عملت اكتر من حفله جوه النادي الاهلي، وده طبعا ليه الشرف لاي حد طبعا يشتغل جوه النادي الاهلي. بس ده شكلك اهلاوي جدا. جدا طبعا، انا بيجري في دمي. طب قول لي ايه نوعيه الاغاني اللي انت ممكن تشغلها على البيتش، ونوعيه الاغاني اللي ممكن تشغلها في حفلات او مناسبات النادي الاهلي؟ دايما اعضاء الاهلي دماغهم او بيحبوا يسمعوا مزيكا غير اي حد، او غير المزيكا المتداوله عامه، يعني مزيكاتهم بتبقى مزيكا هاديه كلاسيك، ممكن تروح شويه الديب هاوس او الارم بيت. يعني ده بالنسبه للبلاج عندك هنا؟ ده بالنسبه للبلاج او بالنسبه لشوط النادي الاهلي. بس طبعا على الحفلات وكده بتبقى مختلفه طبعا، تماما خالص مختلفه خالص، المزيكا غير هنا خالص. بس النادي الاهلي دايما بيبقى ليه حاجه خاصه او شغل خاص، شغل معين. بس طيب قول لي ايه، انت الصبح بتشغل اغاني ايه، والظهر بتشغل ايه، وبالليل بتشغل ايه؟
وهل الدي جي بيبقى من امتى لامتى؟ الدي جي بيبقى من الساعة 12 الظهر لغاية الساعة 7، ده ميعاده. الصبح مثلا بنشتغل مزيكا هادية، ممكن نشتغل مزيكا كلاسيك أو ديب هاوس، ماشي. آخر النهار مثلا في وسط اليوم ممكن نشتغل ارم بي شوية، في الآخر بنشتغل فرانكو. طيب قولي، بالنسبة لنشاط الأهلي هنا أصلا كمان عائلات ومختلف عن أي شط تاني، فهل في ناس معينة بتيجي تطلب منك أغاني يشغلوها؟ بيطلبوا مني أغاني أشغلها، بس أغاني يعني بتبعد عن الأغاني الشعبي أو الكلام دوت، بتبقى قريبة مثلا مزيكا الفرانكو مثلا زي عمرو حماقي، على حسب اللي بيحب أغنية معينة بيجي يطلبها، بس ده بالنسبة للأغاني. طيب هل سهل ان اي حد يبقى دي جي، ولا انت بقالك قد ايه اصلا كمان دي جي؟ يعني هل انا اصحى الصبح ممكن اعزف مزيكا او اشغل مزيكا؟ صعب جدا طبعا. هي القصة اول حاجة هواية، ماشي. انا بقالي بالظبط 15 سنة دي جي، اشتغلت في اكتر من مكان. قصة الدي جي بتعتبر عن انت بتكون حابب المزيكا، فدي انت حاجة لازم تكون حبيبها، لو حاجة مش حبيبها عمرك ما هتعرف تعملها كويس. بس طيب قولي، احنا ممكن نقدر نشغل مزيكة ايه النهاردة بالنسبة للأهلي، او حاجة للأعضاء تسمعها لهم يحسوا ان هم لسه في النادي هناك؟ يحسوا ان هم في النادي اكيد طبعا اغنية الأهلي الجديدة او اغنية حمائي، وفي اكتر من اغنية الأهلي، في مثلا 11 راجل في الملعب، في حياتنا، في جمهورنا، في التالتة شمال، في اكتر من حاجة للنادي الأهلي، هم بيحبوا اغاني النادي الأهلي اصلا، دي بتشتغل دايما. هل انت عندك مثلا حاجة مختلفة شوية انك انت تلعبها عن اي بلاش تاني غير ان هي مزيكة النادي الاهلي؟ طبعا احنا مختلفين عن كل البلاجات اللي هنا، لان احنا مزيكتنا بتبقى غير اي مزيكة. دايما البلاجات التانية بتعتمد على المزيكة الشعبي شوية، احنا عندنا لا، مفيش الكلام ده، احنا مزيكتنا بتبقى هادية على حسب الاعضاء، يبقوا مستريحين وسامعين مزيكة كويسة، مش حاجة فيها حاجات خارجة والحاجات دي. بس ميرسي جدا ليك، وبجد يعني انت مسؤول فعلا عن الذوق، ومسؤول عن كمان المود والحالة المزاجية للناس اللي قاعدة على البلاج، واكيد من غيرك الحالة مش هتبقى في المود قوي، مش هيبقى شط الاهلي قوي. ده طبعا ده النادي الاهلي، يعني شرف لاي حد يجي يشتغل في النادي الاهلي، مش شرط يكون دي جي، بس انت مجرد انت في النادي الاهلي فانت خلاص انت احسن حد في الدنيا. شكرا ليك جدا، وان شاء الله يعني نستنى نسمع منك كمان اغاني ان شاء الله طول اليوم. شكرا، ميرسي. والبحر يعني عوامات، يعني الوان، يعني ما ينفعش ننزل الميه من غير عوامه الا لو بتعرف تعوم. اتعرف بيك الاول. اسمي حازم علاء، من محافظه اسوان. من اسوان؟ اسوان. يعني انت جاي من اسوان لحد هنا عشان نبيع عوامات؟ عشان ابيع عوامات، وصحه الاطفال طبعا حاجه مهمه جدا يعني. قولي انت بقالك قد ايه بتبيع عوامات؟ انا بالظبط حضرتك من 2015 وانا بعمل في مجال البحر، عوامات طبعا وما شابه يعني، طبعا لان حياه الاطفال عندنا مهمه جدا، فاهتميت اكتر بمجال ان انا اشتغل في العوامات والجواكت وكده، عشان الاطفال برضو يعني مهمين عندنا جدا، وبالذات اطفال نادي الاهلي يعني، مش اطفال اي حد. طيب قولي انت بتشتغل اصلا كام ساعه في اليوم؟ حضرتك احنا بنبدا من الساعه 12، ببدا ارص الحاجه بتاعتي وكده اهو، تمام، لغايه لما الاعضاء تدخل وتقعد وتشرب المشروب بتاعها، ببتدي انزل عليهم اتعرف عليهم وكده اهو، من الساعه 12 لغايه 7 بالليل. احكي لنا، انت بتختار الوان معينه تبقى للعوامات، ولا انت يعني ليه تنسيق معين بترتبهم بطريقه معينه؟ احكي لنا اكتر برضو، بتبيع ايه وايه الالوان، او ليها ميزه او ليها حكمه الالوان اللي انت بتختارها؟ حضرتك لو ممكن نبدا مثلا بالكتافات. الكتافات دي يعني ممكن تناسب الاطفال اللي هم صغيرين جدا، من سن سنتين لغايه سن 6 سنين بالظبط. الكتافات ليها ميزه وليها عيب. ميزتها ان هي بتناسب سن صغير جدا، يعني ممكن لو واحد مثلا معاه ابن او بنته خايف عليها من البحر فعادي ممكن يلبسها كتافات، بس عيبها ان هو لو يعني هي بتحمي الدراع بس، يعني لو الدراع وقف عن الحركه ممكن كده يحصل له خطر كبير جدا. ده بالنسبه للكتافات. ممكن بعده بشويه اللي هو مثلا، هقطعك هنا هقول لك، هو الكتافات دي للاطفال بس؟ يعني مفيش كتافات لناس كبيره واحده قد ما بتعرفش تعوم مثلا فعايزه تنزل الميه فتعمل ايه؟ لا، لو السن كبير ممكن في اللي هو اللايف جاكيت، اللي هو زي اللي لابسه ده ممكن يناسب السن الكبير جدا، وبرده اللي هو يعني سيف اكتر من الكتافات.
بتشيل الجسم اكتر. بتشيل الجسم ترفعه من الميه. وبعدين اللي احنا مش بنبيع اي نوع، النوع اللي عندنا مصنوع من السفنج 100% او 99.9% قطن. طيب ايه تاني بتبيعه؟ نوع العوامات الاخرى؟ ببيع طوق مقاس 60. الطوق ده بيناسب برضو من سنتين لست سنين. ممكن حضرتك يعني ممكن لو طفل برضو سنه ازيد من 6 سنين برضو ممكن يستخدمه. بس الطوق يعني لازم حد يبقى مع الطفل، الطفل ما يبقاش لوحده، لازم رقيب عليه، عشان الطوق لو هو سابه كده حياته تتعرض لخطر كبير جدا. ده بالنسبه لطوق 60. بعد كده في طوق اللي يعني الاطواق عندي مقاسات، فكل طوق وليه سنه. دي ده بالنسبه للاطواق. عندي الجواكت اللي هي الصغيره اللي زي كده. الجواكت دي احسن من الكتفات في حاجه، ان هي بتحمي الجسم كله، يعني بتحمي الطفل من دراعه لرجليه لجسمه كله، وبترفع جسمه بالكامل فوق سطح الميه، ومش محتاج ان هو يبقى معاه رقيب، ممكن يبقى لوحده والميه ترفعه، عشان الجاكيت ده يعني جاكيت كويس يعني. قول لنا برضو دي ايه اللي هي العصايه دي؟ حضرتك ده رشاش ميه بيسحب كده اهو، يسحب ميه من البحر، ويعني هو بيرجع لورا وبتدفعيه لقدام. ده يناسب اي سن. لعب بحر يعني؟ لعب بحر. شايفاك معاك الجاروف والجردل والحاجات دي، لسه الناس بتشتريها؟ طبعا الناس كل يوم بتيجي عندي، لازم الجردل والجاروف دي حاجه اساسيه، يعني من اكتر الحاجات اللي عندي بتتباع هي الجردل والجاروف، لان الاطفال بتحب النوعيه دي من الالعاب جدا جدا يعني، مهتم بيها خالص. طيب بتبيع ايه تاني؟ ببيع حضرتك شايفه معاك نظارات. طبعا النظارات، لان لو طفل مثلا حب، او مش لازم طفل، النظارات اللي عندي بتناسب من سن سنتين لغايه سن 18 و20 سنه، ممكن اكبر من كده كمان. فالنظارات اللي عندي ممكن لو عايز تغطس، لو عايز مثلا تنزل بيها تحت الميه، بتحمي العين بالكامل، لان ميه البحر طبعا ميه مالحه فهتسبب ضرر للعين. فالنظارات اللي عندي ممكن تحمي العين ويعني وتخليها سيفتي تماما تماما. اعتقد فعلا النظارات مش للرؤيه اكتر منها فعلا تحافظ على العين من الملح. طبعا لازم تحافظ على العين اولا يعني، حفاظ على العين. ثانيا لو عايز طبعا تشوف تحت البحر وكده برضه تنفع للغطس. معاك حاجات تانية ممكن تكون بتبيعها؟ بطه، وزه، الحاجات اللي طالعه جديد. ايوه حضرتك، البطه والكلب اللي هو الابيض ده، لان الاطفال يعني لقيت الطلب زايد عليه، فقلت برضو لازم عشان اريح اطفال النادي الاهلي، قلت برضو اجيب لهم اللي هم عايزينه، عشان يعني ما بقاش قصرت معاهم يعني. دي الاطفال الصغيره خالص اللي هي تبقى نازله مع يعني حد من اهلها. ايوه حضرتك، دي برضو بتناسب ممكن اي سن تمام، وبرده يعني سيفتي تماما تماما تماما. دي مش لازم حد يكون مع الطفل في البحر، ممكن تديله البطه او الكلب وهو ينزل يتعامل مع نفسه في البحر، ويعني حاجه كويسه جدا يعني. شيء مفرح فعلا. ويعني بما ان احنا في شط الاهلي، قول لي بقى بتحب تسمع ايه من اغاني الاهلي؟ وطبعا ممكن تغنيها لنا. حضرتك انا كل اغاني النادي الاهلي انا يعني عارفها وبحبها كلها يعني، بس هي 11 راجل في الملعب دي يعني محببه بالنسبه لي يعني. محتاجين نسمع جزء منها، تعرف تغني لنا؟ 11 راجل في الملعب اهلاوي، 90 دقيقة على المكسب اهلاوي، العب لنادي الوطنية اهلاوي، الفوز ده ليك حاجة عادية اهلاوي. اهلاوي انا. معانا دلوقتي اول رجال خدمات بيقابلهم الجست وهم داخلين شط الاهلي، احب اعرف دورك ايه موجود هنا في شط الاهلي؟ عامه انا بنستقبل الجست، بنشوف الجست من داخل على البوابه، بنستقبله، بنقعده، بنشوفه محتاج ايه، صف اول، عايز صف اول، صف تاني، صف تالت، بنوفر له ونعرفه البراتيشه، البراتوشه بنبيع ايه هنا، الكافيه فين، الحمام فين، بنشرح له المكان كله من الاول للاخر. انت شكلك من اسكندريه؟ اسكندريه، من ابو سليمان. انت هل انت بقى قاعد مقيم هنا في المكان، او ولا مقيم يعني بتروح اسكندريه وبترجع، ولا بتعمل ايه؟ لا مقيم في مارينا 2 بالسكن. في يومك ماشي ازاي من الصبح لحد بالليل؟ يعني هل انت قبل الشغل بتعمل حاجه، بعد الشغل بتعمل حاجه؟ لان واضح ان انتوا بتبقوا مجهدين طول اليوم، شغالين مع الجاست ومع الاعضاء، فانتوا محتاجين تبقوا يعني مرتاحين. قولوا لي انتوا يومكم بيبقى ماشي ازاي؟ احنا يومنا بيبقى ماشي مثلا الساعه 7 خلصنا شغل، بنروح السكن، نطلع بره على الكافيه شويه، نقعدوا مع صحابنا وكده، وبعد كده بنروحوا وناكل لقمه ننام، بس ده يومنا، نصحوا شغل عمل. طيب وبما اننا في شط الاهلي، فاحب اسالكم دلوقتي ايه اكتر معلق اهلاوي او اكتر معلق علق على ماتش اهلي انت فاكره؟ عصام الشوالي ومحمد علي، الاثنين بصراحه بيشغلوا الماتش، بيحيوه،
بجماهيره، بيبقى ماتش مبدع بالتعليق بتاعه. وفي نهاية حلقتنا شكرا لكل يد ساهمت في الحفاظ على مصيف النادي الأهلي ويطلع بالشكل الحلو ده ويفضل محافظ على جماله ومستواه.